عبابدة وبشرية. طبعا عندنا لهم عادات وتقاليد غيرين احنا. لهم لغة غيرين احنا. ايه بقى الفرق بينكم وبينهم؟ الفرق اللغة. اللغة؟ انتوا بتكلموا ايه وهم بيتكلموا ايه؟ هم بيتكلموا لغتهم الهدندة والكلام. الهدندة. احنا بنتكلم عربي. برضه البلاد دي عايزة شوية تطورات كده. زي ايه بقى قول لنا بقى؟ ايه اللي نفسك يبقى كويس في البلد؟ محتاجين يعني ايه؟ العشوائيات دي السيارات تاكل الزبالة اللي شايفها دي وقرف دي. اللي هناك. وعايزين الدنيا تطورات. مفيش هنا شركة كده. نظافة بتنظف؟ مفيش ولا المجلس ذاته ما بيجيش ينظف. احنا ملاحظين المحل بتاعك مبني من الخشب والخشب كله خشب. يا ريت يخلونا نبني اسمنت. وهنا مفيش مخازن مثلا، مفيش حاجات، لو في مطر او في اي حاجه بالنسبه للبيوت دي كلها خشب. دي برضو بتواجهنا مشكله. بالنسبه للميه مفيش ميه هنا، ميه حلوه بتبقى. بس هم قالوا لنا اللي في ميه يحلوها او حاجه. ميه كنداسه دي برضو مش كويسه. الميه الحلوه يعني بتيجي مثلا تتفضى في براميل وتكون اتغيرت طعمها و بتعرفوا تشربوا منها. بتبقى المايه متغيره شويه. وبالنسبه للمايه المعدنيه غاليه شويه. المايه انت بتشرب منها؟ انا بجيب مايه من هنا برضه. يعني انت بنشتريها يعني شراء. يعني معظم الناس هنا بتشتري مايه. الناس كلها شغاله هنا على المايه الشراء يعني. لكن هنا كل حاجه غاليه. كل حاجه غاليه. كام يعني؟ يعني تحت لوحه الحبيبه كله ب 50. بيبيعوا هنا طبعا المواصلات والبتاع على 8. الاسعار هنا غاليه. اي حاجه هنا كل حاجه بتشيل المصاريف بتاعتها والتكلفه. يعني اي حاجه مثلا بصرفها هنا على الحاجه اللي ببيعها، اكل شرب بالنسبه للمواصلات مثلا كله ده بيبقى على الحاجه اللي تتباع او الشراء. او اكل شرب في ميه بتبص تلاقي المصاريف جامده. من حلايب الى حلتين دايرين توقيه كامله، دايرين ارشاد صحه كامله، تعليم كامل، عناية بتاع التعليم. والله الأولاد يعني أولاد طبعا يعني يحتاجوا، أولاد المسلمين يحتاجوا لعناية كاملة، عناية كاملة. دي كلمة يعني تكفيك، عناية كاملة. من الصحة، من التعليم، من الإرشاد، من التوعية. يعني محتاجين لعناية كاملة كاملة خالص. صفتك راجل موجود هنا من زمان ومن اصل من قبيله من اللي هي من القبائل اللي هي من اصول هذا المكان او اهل هذا المكان، شايف ان المشكله بتاعت النزاع اللي بين مصر والسودان على منطقه حلايب وشلاتين؟ لا وادي سياسي، انا ما سياسي، ده وادي سياسي. ما تسالني عن السياسه، انا وادي، انا انسان ما سياسي. اي عايشين هنا، قالوا لنا الخشب ده احنا هنا، اول كم محتاجين ولا عندنا خشب ولا عندنا حاجه. هم وفروا لكم الخشب ده؟ هم اللي جابوا لكم الخشب ده؟ هم سووا لنا الخشب ده هنا. الحكومه يعني اللي بتجيب لكم؟ لا تقريبا مش الحكومه، الناس اللي متوفرين. الفاو توقيع من 10 منظمه الفاو تقريبا. كل قد ايه كده مثلا بيجيبوا لك الحاجه؟ شهريا على طول؟ هم بالشهر بيجيبوا لي. علمت في اي قرايه او كده بقى؟ لا لا خالص، ما احنا ما بندخلش مدارس. انا اصلا ما فيش مدارس. من الاول المشروع لما جاء العيال عملوا لهم مدارس هنا يومين ثلاثه كده. تمام. بعد كده المدارس روحوا، الجماعه بتاع المدرسه روحوا، العيال قلت ايه ما عندهاش مدرسه. Thank you.
دوت ايوه ادم خلف ادم اسالك وانت بقى تجاوب بقى حسين بابا معلش